أخبار اليوم. في الفنادق الكبيرة بيبقى فيه أفراح وفي حفلات فيها بوفيهات فيها أكل كتير وبيفضل أكل من الناس دي. إيه رأيك لو إحنا نجمع الأكل ده كله ونديه للناس الفقراء اللي مش لاقية تاكل؟ والله تبقى حاجة حلوة، بس هنا الناس مش هترضى تاخدها برضو. أهو إن هنا الفقير نفسيته عزيزة، هيقول لك انت مديني الفضله بتاعتك وانا بنقص منها، انا اربط بطني من جوع مش هاخدها. بدل ما يجيبوا الاكل ويفرتكوه ويرموه يدوه للناس الغلابه. بدل ما يجيبوا الاكل كده ويعملوا الافراح بال 100 مليون وال 200 مليون وال 200 الف وال 300 الف يشوفوا الناس الغلابه المرميه على الرصيف. ده يا ريت ده ناس حتى في البشوات، الناس المبسوطه اللي في البيوت غير الفنادق ما شاء الله، دي الناس غلابه كتير قوي. موضوع كويس، وفي ناس كتير قوي غلابه كتير يعني محتاجه الاكل ده ومحتاجه اي حاجه، في ناس كتير غلابه. ده يبقى كويس جدا لو حد فكر يعمل كده، لان ده بيترمي كميه جامده في الفنادق وفي كل حاجه. يوم زي شم النسيم ده حضرتك، انا ببقى موجود في شغل هناك في فنادق كده، ببص الاقي حاجات مرميه كميه كبيره جدا. ما عنديش راي في الكلام ده بصراحه. انا رايي ان نفس البلد تتعدل بس مش اكتر، نفس الناس كلها تبقى واحد، نفس الشعب يحب بعض. في ناس غلابه بيبات من غير عشاء، بس ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبش حد يبات من غير عشاء. فانا بناشد اي حد يكون عامل فرح، عامل مؤتمر، عامل اي حاجه في فندق في قاعه في اي مكان، مش بعد ما يكلفوا الاكل بالمبالغ الجامده ديت يترمي في الزباله. الاكل بنشوفه مرمي فعلا، بس في ناس فعلا تستحق ان يروح لها الاكل ده. بيبقى احسن والله، لان في ناس مش لاقيه خالص، مش لاقيين خالص. شايفه ان الناس هترضى بحاجه زي كده؟ انا ليا اخواتي يوتما بيناموا من غير عشاء، مش هتصدق حضرتك يعني، والله العظيم في البساتين. طبعا طالما الناس هتفرقوا من دي لو يبقى صحته حلوه ما يبقوش فيه اذى للناس هتاكله، ده بدل ما الناس مش لاقيه، على الاقل يبقى الناس يبقى عامل حاجه مع ربنا كويسه.